ونتمنى أن تكون الأسئلة مباشرة لكي نفتح المجال أكثر لعدد أكثر من الصحفيين، ونحاول أن ننوع ما بين الإخوان الزملاء الصحفيين القادمين من إسبانيا والبرتغال وإلى لاستضافة هذا الحدث العام. الآن سوف نتابع التوقيع الرسمي لهذا الحدث وهو نية. نذكر بأن هذا التوقيع أو هذه الأشياء تدخل في إطار دفتر التحملات التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر مراحل متعددة. آخر أجل في نهاية هذا الشهر لتقديم هذا الملف، وأكيد أنه ستنتقل أو ينتقل فريق من فريق العمل للحضور إلى مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم لوضع هذا الملف رسميا. الآن صورة تذكارية، بإمكان المصورين أن يلتقطوا الصور إذا أرادوا. كانت هذه الصورة التذكارية للترشيح المشترك بين الاتحادات الثلاث، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الجامعة أو الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، والجامعة الملكية الإسبانية لكرة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.